النصيحة الأولى واللي هي كتجي قبل من النصائح من قبيل غسل اليدين بالماء والصابون واستعمال المطهر، أولا تجنب الإشاعات ومشاركة الأخبار الزائفة ومشاركة الفيديوهات اللي ما كنعرفوش المصدر ديالها. يعني ننصح الناس قبل ما تنشر واحد المعلومة تأكد من المصدر ديالها، ماشي أي معلومة وصلتك ولا أي فيديو وصلك تنشره، لأن نقدر نقول أكثر من 60% أو 70% ديال المعلومات حاليا اللي منشورة غلط. النصيحة الثانية هي عدم التوجه للمستعجلات والمستشفيات، لأنه فرضا لو كان شخص مصاب بفيروس كورونا، نعم، ممكن عنده يكون عنده الأعراض وممكن ما يكونوش، يقدر في المستشفى أو في المستعجلات ينقل عدوى لأكثر من 200-300 شخص، وإلى تعودت تكررت هذه القضية في 10 ديال المستشفيات أو حتى المستشفى، فغادي يلقاو 5000 حالة ما بين يوم والغد ليه. دائما في إطار المستشفيات كنصح الناس بعدم اصطحاب الأطفال والأشخاص المسنين لزيارة المرضى اللي كيكونوا من العائلة ديالهم في المستشفيات، فهذا غادي تكون بؤرة لا مثيل لها في انتقال العدوى. نصيحة أخرى واللي هي منتشرة بزاف هذه الأيامات هي البقاء في البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة. ملي كنقولوا عدم الخروج، ماشي عدم الخروج نهائيا، ولكن الخروج لسبب معين، إذا كان غادي يتقدى الماكلة دياله أو لا مثلا غادي يمشي يزور الطبيب في حالة اللي ضروري يشوفوا فيها، نعم، أو لا يمشي للصيدلية، طيب، ولا شيء من هذا القبيل، طيب، لأنه الفيروس كينتقل في التجمعات.